اهلا وسهلا البنات، اليوم البيتزا. فوالا هاد البيتزا هادي كتجيبها الطريقه هادي زوينه مختلفه على البيتزات اللي فوالا اللي درنا واللي شاهدتو معايا. هاد البيتزا كتجي رائعه زوينه بالفلفله حمراء خضراء شامبينيون صوص طوماط فماج كويير زيتون فوالا شامبينيون كتجي رائعه في المذاق. ولاباط راه هي لاباط، ما كنبدلش انايا الغوص لاباط ديالي دائما هذيك هي اللي درتها معكم وشفتوها معايا محتفظه بها دائما، هذيك هي لاباط اللي كنديرها. فوالا لي في كنتمنى هاد البيتزا هادي ديال معكاز وصوص طوماط وشامبينيون تنال الاعجاب ديالكم. فوالا بهاد الحشوه اللي هي جديده حشوه يعني فوالا نورمال عاديه حتى هي يعني ماشي، ولكن لي هاد الفلفله وهاد هادشي مع الخضر تجي رائعة في المذاق وتجي غزالة زوينة. كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم والسلام عليكم. السلام عليكم البنات.